دائما ومباشرة على قناة شوف تي في مباشرة مرة أخرى من مدينة سيدي بنور. قناة شوف تي في اللي انتقلت اليوم إلى هذا الفضاء الغابة ديال لا سيتي اللي كتعرف هي المتنفس الوحيد الرياضي هنا بمدينة سيدي بنور في غياب مرافق رياضية ملاعب القرب. يعني كارثة بكل مقاييس هنا بمدينة سيدي بنور. مدينة عملت إقليم سيدي بنور بكل مكوناتها بمجالسها بمنتخبها كتفتقد ادنى شروط رياضيه، لا قاعه، لا اماكن رياضيه، لا ملاعب القرب. يعني للاسف كما كتشوفوا الان في هذا الفضاء ديال الغابه ديال لا سيتي اللي تنشوفوها السنين والسنين والسنين وهي هنايا على هذا الحال. كما كتشوفوا كتفتقد ادنى شروط، يعني ما كاينش الصياج، ما عندهاش بيبان، ما عندهاش هادي، ما فيهاش العشب، الشجر ديالها تتاكل. هنا هاد الفضاء اللي جا كذلك بواحد الطريق رئيسيه اللي تيعطي واحد، نقول بكل صراحه، كيعطي واحد المنظر غير لائق للمدينه، ولكن هو المتنفس الوحيد للساكنه ديال سيدي بنور، خصوصا الشباب اللي كيمارسوا الرياضه. كما كتشوفوا انا عده شباب كيمارسوا الرياضه هنايا ما كيتاسفوا لهذا الفضاء هذا. بغينا نعرفوا، السؤال موجه للمسؤول، من المسؤول على هذا الفضاء هذا؟ هل هو فضاء تابع للدولة؟ كما كتشوفوا الشباب كيتريني وغير في هذا الفضاء هذا، لأنه هو المتنفس الوحيد. القاعة المغطاة اللي كنا كننتظروها سنين والسنين مازال ما تفتحاتش، الناس ما عادش فين كتريني. هذا هو الفضاء الوحيد اللي كما كتشوفوا كيمارسوا فيه الناس الرياضة ديالهم، الشباب الرياضة ديالهم، الساكنين سيدي بنور ديالهم. اللي هذا كنطالبوا هنا، شكون المسؤول على هذا الفضاء هذا؟ هل المجلس البلدي؟ هل معمل السكر؟ هل من وصي عليه باش هذا المكان يتأهل ويتعطى واحد الجماليه لهذا المكان هذا وعطى تقييم للاطفال؟ كما كنلاحظوا ان كنشوفوا هنا مجموعه ديال الشباب تابعين لجمعيه 2004 لالعاب القوى، جمعيه 2004 لالعاب القوى اللي عطات ابطال وابطال وابطال، منهم لاعبات لعبوا داخل المنتخب الوطني، منهم بعض الشباب اللي انتقلوا لانديه كبيره، حققوا عده انجازات، ميداليات ذهبيه، بطولات وطنيه. للاسف كنشوفوا كما كتشوفوا الشباب يعني كيشوفوا كيمارسوا الرياضه، ما عندهمش حتى فضاء في غير يمارسوا الرياضه. راه حشومه وعار على هاد المسؤولين ديال هاد المدينه هذه، ان كنشوفوا طاقات شابه كتمارس بهذه الطريقه ما عادش فضاء. عطوهم غير فضاء فين يترينيو بعدا، حد دير لهم حد لي سباس فين يترينيو. سيدي منو فيه الاراضي بزاف، كتشوف اطفال صغار هذا. ومن العيب والعار انك تسمع جمعيه 2004 لالعاب القوى اللي عطات كما قلنا ابطال دوليين، كذلك بطله اللي معروفه على الصعيد الوطني، وحققت ارقام وطنيه كبيره، شاركت في جائزه بطوله الحسن محمد السادس الدوليه، عدة بطولات، حققت السنة الماضية الرتبة الرابعة على الصعيد الوطني ضمن أكبر الأندية الوطنية. غادي نشوفوا معنا واحد الشاب اللي مسؤول على هاد الشاب هنايا اللي غادي ناخذ معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أنت مباشرة معنا على قناة شوف تي في. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن تحكي لنا على هذا الفضاء هذا اللي كتترنوا فيه، وشنو المشاكل اللي كتعانيوها انتم كعداء العاب القوى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الاخ زهير وقناه شوف تي في على الاستضافه. اللي بصراحه كنشكركم بزاف حيت زرتونا في هذا المكان اللي هو كفضاء يعني كنترينيو فيه وكنزاولوا فيه العاب قوى. وبحكم ان هذا الفضاء راه طلعوا منه يعني بزاف ديال الابطال، بصراحه خاص المسؤولين يعني بعين الاعتبار ياخذوا بعين الاعتبار هذا المكان ويصلحوه مزيان باش يزولوا فيه العاب القوى. بالنسبه انتم كعداء ومريتي بجمعيه 2004 والعاب القوى الفريق يعني الفريق الوحيد اللي عطى نتائج كبيرة بالنسبة لمدينة سيدي بنور،
كيفاش كيفاش كيتريني وكيفاش واحد شويه قدام الميكروش كيفاش كيتريني وكيفاش الشغل وي 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 بصراحه هو خاص منشآت رياضيه، وبحكم ان كاين غير هذه الغابه هذه كان يعني بعض الخطرات كنزاولوا كاين شي تمارين اللي ضروري خاصهم يديرهم بحال مثلا السيريات ولا شنو، خاص شي حاله تكون فيها 400 متر مبوره مصوبه. هنا ما كاينش يعني فاش تتريني هنا كاين دوره اللي شويه ما بقاداش باش حنت بالنسبه للعداء كيبقى فيها مشاكل باش يجري فيها. وكنطلبوا من المسؤولين يصلحوا هذا المكان على الاقل غير يتصلح باش يولي يزولوا فيه الرياضه. كيعرف التلاتك بزاف كيجوني الناس بزاف هنا. وهنا راه كيجيو مع الصباح ومع العشيه في اي وقت كتلقى الناس كيزولوا الرياضه وما كاينش شي كاينش البديل ما كاينش البديل. شكرا. كما هذا اطار من جمعيه 2004 اللي بحق خدنا معدو هاد الكلمات هادو. كما كتشوفوا الشباب كيترينيو في هاد المتنفس هذا. حنا غادي نحاولوا كذلك نشوفوا هادو منهم الابطال اللي كينتموا لجمعيه 2004 لألعاب القوى. كما كتشوفوا شوفوا الناس كيجيو ترينيو في هذا المتنفس هذا اللي هو المتنفس الوحيد. مباشره من الغابه ديال لا سيتي. الاخ وسيم قال لك يلاه بان لك هذا المتنفس الوحيد فين كنتي ولا انتخابات. خويا وسيم انا حنا شوف تي في يلاه يلاه استقرت مدينه سيدي بنور يلاه دابا تقريبا 20 يوم هذا حنا من خلال التغطية ديالنا هنا بسيدي بنور اللي غادي نحاولوا ان شاء الله نوصلوا كل صغيرة وكل كبيرة هنا بمدينة سيدي بنور. غادي نشوف احد الشباب اللي كيترينيو دائما في هذه الجولة هنا بهذه الغابة. غنشوفوا هاد الشباب هادو. السلام عليكم. غنشوفوا كذلك رأي ديال الشباب اللي كيتيروا هنايا. السلام عليكم. خويا نتوما مباشرة معنا على قناة شوف تي في. الموضوع عندنا هو حول هاد الغابة هادي. كيفاش كتجيكم هاد الغابة وشنو كتمنوا فيها؟ هي غابة مزيانة كنتريني ولكن خاصة شوية الإصلاحات. شوية ديال الإصلاحات بالنسبة للكرياج و صحاب كره فين كنجريو لاطي راسهم كنجريو يلعبوا كره هنا يعني صحاب كره كيجيو يلعبوا فهمتي كي من كيلعبوا ديك الكره يعني الغبره حنا كنبداو نجريو وكنشموا هذيك الغبره يعني فهمتي ما كيبقاش الجو ملائم للجري يعني ما عندكمش شي متنفس من غير هذا ما كاين غير هذا المتنفس هو اللي كنجيو نترينيو فيه. العاب قوى العاب قوى اكيد غادي النتائج عندكم مع جمعيه 2004 الحمد لله حنا راه بعيدين. وشنو هي الرساله اللي كتوجهوا للمسؤولين؟ يشوفوا من الحال ديال هاد الغابة زعما شوية الإصلاحات يجهزوها. شكرا. كما تابعتوا معنا غادي نشوف واحد البنيت واحد البنيتات كذلك اللي غادي نسولوهم. السلام عليكم بنتي. غنشوفوا كذلك هاد البنيتات اللي تما كيترينو هنايا. السلام بنتي. انت مباشرة معنا على قناة شوف تي في. انت كعداء او كرياضية هنا بسيدي بنور كيفاش كتجيك هاد الغابه بعدا هادي؟ كتجيني بعدا في الاول ما مناسباش في فهمتي هي في الشتا وداك الشيء ما كتكونش مزيان وصافي تي نقدر نقول ما شنو كطالبوا نتوما من المسؤولين؟ يصيبوا لنا يقدروا يصيبوا لنا الغابه فهمتي يرجعوها لنا كحلبة بحال هكاك باش نجرو فيها احسن. اما انا كيكون الحجار وبعض المرات كي ما نقدرش نقول لك كتعرضوا للاخطار اخطار بحال هكا. نشوفوا راي ديال الاخت. ممكن تهضر لنا على هذه الغابه وشنو كتطلبوا من الناس المسؤولين على هذا الفضاء هذا؟ يقادوا هذينا حتى ما كنلقاوش فين نترينيو مزيان وما كنستافدوش منها. كما دابا كتشوف انت شحال من شجره كطيح في البرد وداك الشيء يعني حنا كنتعرضوا للخطر وما كنستافدوش منها يعني ما كتعطيناش داك
الطاقه اللي حنا غنولوا فهمتي طلبوا باش يصاوبوها لينا باش حنا نولوا نترينا تكذي العاب القوايات مع جمعيه 2004 شنو الهدف ديالك انت من هاد العاب القوايات دابا وكتشوف ان المدينه ما فيهاش باش الرياضه كتستقل هادشي شنو كيفاش طلعتك انت فكره انك تمارس الرياضه الالعاب القوايات الحب ديالك ديالها شنو كتمنى في المستقبل ولي بطل يعني كيقول دابا انت معاك دريات بطلات كيشاركوا مع المنتخبات كيفاش يكون الاحساس ديالكم معاهم مزيان ولكن هما شي هما كيبانوا احسن منا حنا حيت هما عندهم فين التريني وحنايا لا حنا انت كتشوف الغابه دايره بحال كانا ما كنستافدوش منها كشي شكرا كما شفتوا بطلات اللي كيعانيوا من هذا الفضاء هذا حنا غادي كما كتشوفوا انا غادي نستقبلوا كذلك واحد الاخت اللي غتعطينا كذلك السلام عليكم اختي انتي مباشره معنا على قناه شوف تي في ممكن توضحي للمشاهدين كيفاش كتجيكم لونطريمو في هذه الغابه هذا غير حيد البافيت الحمد لله كلشي المهم كنترينو مزيان وكنستافدو مي خاص شويه التجديد تكون شي حاجه اللي متطوره وتزاد بحال الشجر وداك الشيء حيت كيف كتشوفتي كتشوف بعينيك كيف دايره الغابه ما غير مناسبه للرياضه عندكم شوف انت كتلعبي العاب قوى نعم شنو الحلم ديالك انت الحلم ديالي حنا كاملين عندنا احلام وكنتمنوا نكونوا من الابطال وشحال من حاجه باغي نوصلوا ليها هادشي علاش كنت نترينو يوميا وكنتمنوا قد هادشي شكرا كما تابعتم معنا مباشره على قناه شوف تي في ان الابطال اللي كي باغيين يحققوا واحد الحلم ريادي حلم ما كيفكروش في الحلم في الحلم الاوروبي او في الحلم الغربي كيفكروا في الحلم الريادي انهم يكونوا ابطال رياديين يكونوا في المستوى الكبير يعطيوا نتائج يشرفوا الرياده المغربيه كما كتشوفوا كذلك غادي نستقبلوا هاد الاخت هذه اللي غادي نقدروا ناخذوا منها غادي ناخذوا مع الدار الرأي ديالها نجي عيطلع كما كتشوفوا نشوفوا هاد الاخت هذه اللي كتلبي هنايا السلام عليكم انت كنشوفوك عرقانه مجهده انت مباشره معنا على قناه شوف تي في اختي بغينا توضح للمشاهدين الكرام حول الواقع الرياضه بسيدي بنور والعاب قوى وهذا المدار هذا الفضاء اللي كنقولوا فضاء جميل ولكن هو غير جميل بالنسبه للرياضه كلشي كيبان لكم على عينيكم شوف فاش كنتريني والانجازات اللي كنديروا بالنسبه ل 2004 هادشي اللي واصله ليه اللي غايشوف هادشي اللي واصله ليه فاش غايجي هنايا عاطين من لا شيء فهمتي كاينين دي كلوب الملاعب مطاطيه اسم الماتيريال ما عرفتش فين وبالنسبه لي فاش كنمشيو نلعبوا معاهم هما فين وحنا فين في اللعب ولكن فاش غادي يجيو يشوفوا هاد الحاله اللي حنا فيها راه يقدروا يضحكوا شحال دابا باش كتمارس هاد العام الخامس حققتي شي انجازات حققتي شي عندك شي في دوزيام مينيم بدات المغرب في دوزيام مينيم في بريمير كادي لعبت في بطوله المغرب جيت تروازيام وفي 2018 مشيت بطوله العالم ديال الجيمنازياد شاركت فيها ومهمين المشاركه شويه كان النيفو طالع شويه شاركنا فيها انا بنت سيدي بنور وفي هاد الظروف هذه شاركت في بطولة العالم هذه رسالة وكنت مع المنتخب الوطني وفي عام والعام الثاني ما ساهاش الله ورجعت هنايا وحنا معاهم شي السؤال اللي غنسولك دابا انت هي انك هاد تفكر هاد الالقاب اللي حققتي وكبنت سيدي بنور خلي انا البطلات اللي حققوا انجازات اخرى وشاركت في بطولة العالم واش عمر كانت التفاته من المسؤولين ديال سيدي بنور استقبلوكم ونشطوكم وفرحوكم لا عمر ما كانش هادشي انا شوف انا كنتريني وكنمشي نلعب ابغى نلعب انا ما كنتسنى من والو
انا بعدا نقدر نقول لك الماده ديال الوالدين ديالي ما مخليني خاصه بوالو، ولكن كاينين شي وحدين هنايا مساكن ما فحالهمش، خاص يعاونوهم اوتوماتيكمون، خاصهم يتعاونوا باش غيعطيك هاد لاطليت الا ما كنتيش موفر ليه اوموا غا 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 الحوايج، اوموا غا لي فيتمون غا الحوايج، ماشي شي حاجه ما قلناش ليهم شي حاجه. وهذا الشيء تصاوب هذا الشيء اوموا هذا الشيء تنقى صافي، هذا الشيء اللي كنطالبوا منه. يعني ندير سيرونور حافله بالابطال وحافله بالانجازات الرياضيه بزاف، ورا بزاف شي كون كان غير شويه ديال المساعدات والمساهمات وما كاينش نضرب على راسي، كلنا اشي كي غيوليو اشي الدراري كي غيوليو، راه ما شاء الله معنا دراري، راه بزاف معنا دراري، ما بزاف من والو كيديروا بزاف د الحوايج، ولكن الله يسمح ليهم. كيفاش كتحسوا انت كتجاوري بطلات اللي بحال الاخت اللي معكم اللي يعني شاكت في بطوله محمد السادس الدوليه وفاء زروال؟ وفاء حققت انجازات، يعني كنقولوا انجاز عالمي اللي حققته في الحياه ديالك، كيفاش كتحسوا كنتما كتبقاو هنايا وما كاينش حدا اهتمام من المسؤولين؟ ما هي بعدا جاتها فرصه ساكن اللي باقين هنايا، اللي باقين هنايا راه حتى ما خاصهم غيضيعوا شي شنيه، راه موهبه راه غيضيعوا، راه ماشي اي واحد غتعطيه غيجري، راه ماشي اي واحد، ومشي اي واحد غتعطيه كيقولوا غا كره ديال الحديده غير لونسيها، راه تقنيه وموهبه، راه لما كانش عندك معاده وباغيه باغي هاد اللعبه وباغي تعطي فيها، راه عمرك غادي دير شي حاجه، راه ماشي واحد غتعطيه لي فيتامين وغتعطيه الحوايج وغتعطيه وما ما باغيهاش، هادو راه باغيين اللعبه، باغيين العاب القوى كلعبه، باغينا كرياضه، ماشي غا كيجي يتريني هنايا ويتفلى ويمشي لدارهم، فهمتيني؟ شنو هي الرساله توجه للمسؤولين ديال ديفلوب خصوصا المسؤولين على الشان الرياضي؟ انا كاتليطه ما حقيتش ندور، عرفتي علاش؟ ما من حقيتش حتى صافي شبعت من المسؤولين. يراجعوا دماغهم شويه ويعرفوا يديروا بحال ولادهم، ولدهم واش ولدهم ها هو ولدهم عنده باغي يعطي وعنده موهبه وكيتريني، ما غاديش يعاونوا هاد الوليدات، حشومه. كما كنقولوا الحمد لله جمعيه 2004 حققت انجازات وعطاها الله واحد اطر تقنيه في المستوى، وعلى راسهم السي المهدي النمرودي هو الرئيس ديالكم ورئيس كذلك ديال العصبه، ولكن للاسف الواقع هو هذا اللي كتعيشوا في هذه الغابه هذه. شنو كتمنوا في هذه الغابه؟ شو انا ما كنتمناش شي حاجه، ما كنقولش لهم طارطوا ولا شي حاجه، نقيو غير هذا الشيء، ما يبقاش يدخلوا غير مولي الكلاب هنايا شويه، حتى والشماكريه كيكونوا هنايا، عرفتي شي مرات والله ما تقد تجلس، واش حتى كتريني تسمع هضره خايبه، وكيكونوا عائلات هنا دي فامي هنا نقيين، حشومه واحد جالس وكلب ديالو حاشاك والهضره خايبه وما كاين غير الصمت لتحت، حشومه. هذه رسالة من بطلة مغربية، بطلة من مدينة سيدي بنور، حققت إنجازات كبيرة، لكن للأسف إنجازات لا حققتها تقدر تلقاها مجرد حلم على ورق، كما كتشوفوا عائلات هنا كيجي وكيتريني وكيجيبوا الوليدات ديالهم، لكن هذا المكان اللي كيفتقر لشي حوايج للأسف الشديد. هذا واقع ديال مدينه سيدي بنور، هذا واقع الرياضه بمدينه سيدي بنور. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى باش المسؤولين انهم يلتفتوا ولو قليل لهاد الغابه هذه، لان متنفس وحيد للاطفال وللشباب وللرياضيين، لكن للاسف الشديد كما كتشوفوا هذه الغابه ديال لاسيتي، هذه الغابه ديال لاسيتي اللي كتشوفوا حنا في جوله كما كتشوفوا كما سمعتوا على لسان بطلات مغربيات اللي في الحقيقه اللي كيعيشوا واحد الواقع مر، واحد الحلم اللي كما كتشوفوا حلم مستحيل انك دوك حققنا القاب، شاركت مع المنتخب الوطني في بطولات دولية، ولكن للاسف غنشوف واحد الاخ تا هو كيتريني هنايا اللي ممكن يعطينا تا هو. السلام عليكم اخويا، بخير؟ سخفتي شويه؟ انت مباشر معنا على قناه شوف تي في. الموضوع اللي عندنا اليوم هو حول واقع هذه الغابه اللي هي المتنفس الوحيد
الرياضي هنايا شنو المشاكل ديالو شنو كطالبوا؟ وبدايه شكرا لموقع شوفتي في على هذا الاهتمام على الالتفاته. ثانيا للاسف هذا هو المتنفس الوحيد اللي كاين في المدينه، وللاسف الشديد عنده القائمين على الشأن المحلي كاين اهمال لهذا المكان باعتباره المكان المتنفس الوحيد اللي كنخرجوا فيه كنمارسوا فيه تقريبا اسبوعيا اشياء رياضيه لي وللاسف ما كاينش اهتمام فقط، والمسؤوليه نقدر نقول المسؤوليه متبادله الشأن المحلي الاهمال وحتى السلوكات ديال بعض المواطنين للاسف وقت ما داروا شي حاجه جديده كيتم التخريب ديالها بسرعه. وكنتمناو اذا توصل هذه الرساله للقائمين الشأن المحلي كما كنشوفوا خويا ان المتنفس الوحيد هنا في غياب قاعات رياضيه في غيابات منشات رياضيه قاعة المغطاه باقا المركب الملعب السوسيو رياضي مازال ما كاينش شي حاجه ديال الرياضه الا هذه الغابه هذه. وكنشوفوا ان عندنا ابطال عندنا مواهب ما لقيش فين. صحيح المدينه خرجت مجموعه من الرياضيين في مختلف الرياضيات مختلف انواع الرياضات، ولكن للاسف ما كاينش اهتمام. لو كان اهتمام كان ممكن ان مجموعه ديال الطاقات في المدينه انها تعطي اكثر وتبان اكثر في منافسات دوليه وطنيه علاش حتى عالميه، ولكن كما قلتي المتنفس الوحيد ما كاينش امكانيات باش يخدمون الرياضيين ديال المدينه. وفي انتظار ان شاء الله تكون شي حاجه مزيانه مستقبلا هذا كيبقى هذا هو المتنفس الوحيد. شكرا لك. شكرا للاخ كما تابعتوا معنا الشباب وابطال ورياديين هنا في بهذا الفضاء هذا بهذا الفضاء الجميل كما كتشوفوا الناس ما لاقينش فيه كيتهم كما كتشوفوا. شوف هذا الواقع المر ديال هذا المدار هذا كذلك غادي نشوفوا بعض الشباب اللي كيترينيو هنايا اللي غناخذوا تما كذلك الراي ديالهم. السلام عليكم. السلام. دايرين بغيت تخافوا شويه عرفتي طيب الموضوع مرحبا انتم مباشره معنا على قناه شو تي في. الموضوع عندنا هو حول هذا المتنفس هذه الغابه هذه اللي كنشوفها في واحد الوضع كارثي. اش ممكن تقولوا لنا عليه انتم كشباب اللي عندكم هذا هو المتنفس ما عندكمش شي بلاصه اخرى الا الساقيه تعوموا فيها؟ وت الساقيه ما بقاش ما طالقينوش كما قلتي هذه الغابه راه بسنين وهي معروفه في مدينه سيدي بنور وهي المتنفس الوحيد اللي كيجي بنادم يجري فيه كبار صغار، ولكن كما كتشوف راه الحاله مزريه وما كاينش واحد مراقبه واحد التجهيزات تساعدك باش انك تجي ترين. ان احنا عداء في جمعيه 2004 ما عندناش راك عارف العداء شنو كيحتاج ابيس مجموعه من المعدات اللي غتساعدك باش انك تريني ماشي حنا هو كما كتعرفوا ان جمعيه 2004 يعني من صفحات من اكبر الانديه اللي كتنافس اكبر الانديه اللي بالاموال الطائله وبالحلبات في المستوى الدولي. من نفس 2004 2004 دابا كنت كتراسخ من الخمسه الاوائل في المغرب من اصل 200 نادي في المغرب وجمعيه، وكتشوف واخا قلت الامكانيات كاينين دراري تبارك الله، وكنطالبوا من السلطات يهيئوا لنا هاد المنتزه اللي بسيط يمكن نلقاو فيه ابسط الحوايج باش شويه نستمر. شكرا. اللي كان قالوا الدريات خاصنا امكانيات ونطالبوا من صور الاج تجهز لنا المكان باش نترينيو. يعني ما عندكمش في التريو مكرفسين بزاف. كما قال الدري حنا من الجمعيات الخامسه في المغرب اصلا 200 جمعيه ومتقدمين بزاف في الجمعيات، ومع ذلك هما عندهم امكانيات كبيره علينا. حنا كما كتشوف ما عندنا لا بيس لا تيران لا حتى حاجه، يعني كنترينيو ديما هنايا والعداء خاص يتريني في وقت ما كان حيت حنا ماشي غير هواش صافي هادشي اللي كاين. شوف كما شفتوا يعني كلمات صادمه من عدائين من ابطال من رياضيين من الناس اللي كيترينيو غير في هذه الغابه هنايا. للاسف الشديد بالصدفه اليوم تلاقينا مع العداء كيترينو جي لجمعيه 2004 كذلك بعض المواطنين بعض الاطفال اللي كيترينو اللي ما كتشوفوا يعني للاسف
للاسف كما كتشوفوا دائما مباشره. السلام عليكم دوك بخير. هاد الكلمه مالي اخويا يعني واجب تخفوه. اه مرحبا. كما كت تابع معنا مباشره على قناه شوف تي في في هذا الوضع الكارثي، في هذا الوضع المزري اللي كتعيشوا هذه الغابه هذه اللي هي المتنفس الوحيد هنا بمدينه سيدي بن نور والمتنفس الريادي. شوف يعني من الصعب انك تمارس رياده في هذه الغابه هذه، يخونني الكلام يعني ما بقيتش عارف من نقول، لان لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كما كنشوفوا أبطال اللي غادي نحن غادي نرجعوا تاني نقربوا من الأجواء اللي كيترينيو فيها هاد الأبطال هادو. في الحقيقة شوفوا الأجواء اللي كما كتشوفوا، الأجواء اللي كيترينيو فيها أجواء جميلة، أجواء ولكن للأسف كيف تعتقدوا لهاد المنشآت الريادية اللي كنا كنتمناو أن تكون عندنا إمكانيات ريادية، ويعني ما كان في المستوى الرفيع، لأن كما كتشوفوا الناس أبسط الطرق باش كيترينيو. كما كتشوفوا الشباب وكانت الكلمة؟ سير. كنتمنوا من المسؤولين باش ياخذوا بعين الاعتبار هذا المكان هذا، اللي كما كتشوفوا ان راه هاد عطى ابطال رياديين، عطى العديد عديد عديد يعني اللي كما كتشوفوا هربتي مش على دا على الجميل، لا على الجميل، على الجميل دابا 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 انا غادي معنا احد رموز الرياضه البنوريه اللي امامكم، عدى السابق المهدي النمرود، عدى سابق، عدى وطني، شارك في عدة بطولات وطنية وعدة ألقاب وطنية، والآن هو كرئيس جمعية 2004 وكذلك رئيس عصبة دكال عبد الله لمدينة سيدي بن نور. الشرف العظيم أن ينتمي رئيس العصبة لجهة دكال عبد الله العرقي وهو ابن مدينة سيدي بن نور، وحقق كثير من الألقاب مع جمعية 2004. لغاية المهدي النمرود غيعطينا بعد أول حاجة على هذا المدار هذا اللي كيترينوا فيه الشباب هذا وعلى المستقبل ديال الفريق. مرحبا السي مهدي. اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنشكر الموقع ديال شوف تي في اخ زهير على الاهتمام بهذه الرياضه وخاصه العاب القوى مدينه سيدي بن نور. ف رياضه العاب القوى سيدي بن نور فهي يعني هزات مشعل ديال الرياضه بهذه المدينه وعطات عده ابطال خصوصا في العاب القوى ولا العود الريفي، وحققت عده بطولات وطنيه نخص بالذكر بطوله المغرب السيدات 800 متر عدا وفاء زروال، وصفت كذلك بطله المغرب 800 ايمان عبد العظيم، بطله المغرب في رمي الجله صغيرات، بطل المغرب رمي الجله صغار، بطله المغرب ضحى رزقي مسافه 400 متر حواجز، وصافت بطوله المغرب في 400 متر حواجز. هناك عده يعني السي المهدي بغى يتوضح لنا ان هاد الالقاب كاملين طالعين من هاد الغابه هذه. فعلا فهاد الارقام كلها طالعه من هاد الغابه، اللي صراحه تندربوا فيها نظرا اللي ما كاينش عندنا ملعب خاص بألعاب قوى، لأن العقار هنا في مدينة سيدي بن نور فهو يعني العقار يعني من عدم باش
باش يعني من المجلس بصراحه دار المجهودات ديالو هنا بهذه المناسبه. كنشكر يعني المجالس المنتخب رئيس المجلس البلدي بسيد بنور اللي كيدعمنا، وكذلك السلطه المحليه راس من السيد العامل، كذلك ما كيبخلش علينا بالتعاون ديالو يعني بالتعليمات ديالو من اجل استمرار هذه الجمعيه في الرياضه. واحيطكم علم بان الجمعيه احتلت الرتبه الخامسه على الصعيد الوطني، يعني وراء عده انديه لها باع طويل في العاب قوى ولها ميزانيه كبيره 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 جدا، يعني باش نلقاو يعني جمعيه الفيرون العاب القوى كتحت الرتبه الخامسه يعني الاولى على الصعيد جهه الدار بيتاستاتا، اقولها يعني المرتبه الاولى على جهه الدار بيتاستاتا، واقول جهه الدار بيتاستاتا اقول الرجاء الوداد يعني عده سطات برشيد جديدة زمامرة، يعني الأولى على الصعيد الجهة الدار البيضاء سطات. وهذا الشيء ما كيجيش من فراغ ولا كيجي من عمل. لا بهذه المناسبة نشكر إدارة الأطر التقنية، الأطر الإدارية، المكتب ديال الجمعية، والحمد لله نتمنى إن شاء الله صديقين أن الإدارة ديال معمل السكر أن إن شاء الله تحاول يعني لهاد الغابة هذا باش تحاول يعني تأهلها، يعني دير فيها واحد الحلبة، غير حلبة يعني ماشي مطاطية وإنما غير حلبة ترابية، باش إن شاء الله وحنا مستعدين أنا كجمعية نسيروها هنايا، ونتمنى كذلك من تل الجهات المسؤولة أن إن شاء الله تمشي في هذا الطريق هذا، باش إن شاء الله الوداد تيجي ويدربوا في أحسن الظروف، خصوصا حنا عندنا يعني بنيوتات عندنا وليدات صغار ما تيبقاوش يعني صراحه فين يعني فين يعني فين يعني فين يرتاحوا فين يعني يحطوا الملابس ديالهم. فمره اخرى كنشكر جميع يعني الناس ديال مدينه سيدي بنور، لا من السلطه لا من المجتمع المدني ولا من المتبعين لهذه الجمعيه، وشكرا. سي مهدي، جمعيه 2004 او بصفتك رئيس عصبه دكال عبده، ما هي العاب القوى ما بعد الجائحه؟ وفي ظل هذه الجائحه فالعصبه الدكوالة عبد العال القوى خضات عن عاتقها يعني التدريب للتكوينات. اولا فالعصبه عملات على تكوينات بخصوص الحكام ديال العاب القوى ومدربين العاب القوى، واللي استفدوا بها المدربين والحكام ديال مدينه سيدي بنور. وكذلك العصبه حاولت يعني تتبع يعني التدريب ديال الانديه عن بعد، وان شاء الله نتمنوا ان هذه الجائحه تدوز يعني في حد بحد السرعه، وباش يرجعوا الوليدات يرجعوا كاع الانديه التابعين لهذه العصبه يعني يتابعوا التدريب ديالهم في احسن الظروف. وان شاء الله صديقين ان شاء الله علاش لا ما يخرج لنا واحد البطل اللي غيشرف هذه العصبه ويشرف هذه المدينه هذه في بطوله العالم او الالعاب الاولمبيه ان شاء الله، وهذا هو الطموح ديالنا. كلمه اخيره المهدي الابطال ديالكم. الابطال ديالنا كنشكر جميع الابطال والبطلات على التضحيات ديالهم، على يعني الاستمراريه في التدريب كذلك، باش ان شاء الله لانهم كيشوفوا ان سبعه العدائين تقريبا لمدينه سيدي بنور من المنتخب المغربي الان، سبعه العدائين فهم الان كيتواجدوا بالمنتخب المغربي العاب القوى، هذه سابقه يعني في حد ذاتها في مدينه سيدي بنور في رياده العاب القوى. فهاد الوليدات هنا كياخذوا بعين اعتبار هاد الوليدات اللي في المنتخب، كيحاولوا هما ان شاء الله باش يلتحقوا بهم باش ان شاء الله يمشيوا للنجوميه، وعلاش لا؟ فيعني كيكون عندك طموح كتكون عندك رغبه، فان شاء الله النتيجه فهي غادي تجي ان شاء الله. شكرا للمهدي النمرود رئيس عصبه دكالة عبده لالعاب القوى، كذلك هو عدى وطني سابق ورئيس جمعية 2004 كما جاء اللسان ديالو انه حقق عده انجازات كبيره 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 والقاء كبيره، بخصوص فريق جمعية 2004 اللي الفريق تنقول من الفرق الوحيده في المغرب اللي حققت انجازات كبيره بامكانيات صغيره صغيره جدا. كما كتشوفوا ان الحلبه الرياضيه ما كاينش عندهم كيف في ظروف صعبه في كيترينيو، يعني من العيب والعار ان فريق بحجم جمعيه 2004 اللي كما كيقول على لسان الرئيس ان السبعه ديال من الفريق انه في المنتخب الوطني عدائين عالميين، يعني منهم الزروالي اللي حققت لعبات في جائزه الحسن الثاني في بطولات دوليه، كما شفتوا ان البطل اللي كان خدينا معاه قلت شاركت في بطولات دوليه للاسف. تنتمنوا من المسؤولين على الشان الرياضي انهم باش يساعدوا هاد الشباب هادو، ما بغيناش نشوفوا هاد الشباب بحال الشباب ديال البارح اللي
اللي قارب الموت يعني اللي راحوا ضحايا قوارب الموت، ان الله وانا اليه راجعون. يعني كما كنتتابع معنا الان تدريب ديال هاد الابطال وهاد الاطفال. هذا احنا بالصدفه اليوم جينا هنايا، ما كانش عندنا شي موعد ولا كان عندنا شي معاهم شي حاجه، انا جينا بالصدفه كنا داير جوله، ولكن كما شفتوا لقينا هاد الواقع، هذا اللي الواقع المر اللي تيعيشوه هاد الجمعيات هادو. كما كتشوفوا البنات تما كيترينيو في ظروف صعبه. لم يبقى للان ان استودعكم الله، كنتم معنا مباشره من مدينه سيدي بنور من غابه لاسيتي مباشره على قناه شوف تي في عبر مراسلها زهير النوري. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله.